يعني بالحقيقة يحاول بعض الإعلام وخصوصا الغربي الذي يعني عانى من بالكثير من النكسات يعني يعني في الفترة والمرحلة الأخيرة أن يظهر أنه الاستيلاء على بعض البلدات، وهي تسمى بلدات يعني معروف حجم البلدة من حجم المدينة من حجم المنطقة، هذه البلدات الصغيرة هي يعني لا تؤثر بشكل، ليست أكثر من تراجع تكتيكي أو إعادة موضوع للقوات الروسية في يعني في مكان ما. ولكن اليوم انه يعني لإظهار المأزق الغربي وتحديدا يعني حكومة كييف زيلينسكي هي تحاول يعني تحاول ان تظهر من بعض هذه النتائج العسكرية على انها انجاز، فهي الى هذا الحد والى هذه الدرجة تحتاج. لا حقيقة اليوم اوكرانيا هي بحكم الساقطة عسكريا تحت وطأة العسكرية الروسية، نحن نتحدث عن كل أوكرانيا، نتحدث عن كل المفاصل الأساسية، عن كل المرافق الحيوية والاستراتيجية من الموانئ إلى المطارات إلى كله تحت السيطرة الروسية إلى حد كبير. واليوم نحن نتحدث عن بلدة وبلدتين وحي وشارع من هنا وشارع من هناك. نعم. المسألة اليوم يعني اليوم زيلينسكي يعني هو كالهر الذي ينظر في المرآة فيرى نفسه على أنه أسد، نعم. هذه حقيقته. يعني اليوم فيما يدلي بخطابه المسائي وجزء منه وجزء كبير منه تهريجي يتحدث عن بعض الانتصارات، وفي نفس الوقت قريته مسقط رأسه كاريني هي تتعرض للقصف من قبل الطائرات المسيرة وربما منزله أيضا. يعني نعم سيد الياس، عذرا على المقاطعة، ولكن ماذا عن الدعم الأوروبي والناتو لأوكرانيا؟ هل سيستمر هذا الدعم برأيك، خاصة بعد أن ثمن الناتو سيطرة القوات الأوكرانية على مدينة ليمان؟ طبعا هذا الدعم بالأساس هو الهدف منه إطالة أمد الأزمة، الهدف منه إحراق في أوكرانيا، الهدف منه الحرب في على أرض الآخرين، وخصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تغذي بكل ما أتيت من قوة وتسلح بكل ما أتيت من قوة وحشد من أجل إطالة أمد الأزمة، لأنه ليس للولايات المتحدة الأمريكية أي شيء لتخسره في هذه المعركة. هي معركة رابحة بالنسبة لها سياسيا واقتصاديا لأنها تجري على أرض غير أمريكية، تجري بين شعوب أوروبية، تضر بشكل أساسي يعني المصالح الأوروبية، وكلما ضعفت وضحت الفكرة. عذرا على المقاطعة ولكن الوقت ضيق سيد الياس المر، شكرا لك على هذه المداخلة، الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا من بيروت.